بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، من بيت الله الحرام، من مكة المكرمة، من مكة المكرمة المشرفة المعظمة، من بيت الله الحرام، من مكة وبكة، من بلد الله الحرام. أحبتي وإخواني في الله، ها هو يا أحباب إخواني في الله اليوم الثاني من أيام شهر الله شعبان. يا أحباب إخواني، شعبان وما أدراك ما شعبان، الذي تشعبت فيه الخيرات وكثرت فيه الطاعات وارتفعت فيه يا أحباب إخواني في الله، ارتفعت فيه الدعوات متطلعة إلى رب الأرض والسماوات أن يبلغنا وإياكم شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الطيب المبارك شعبان، وما أدراك ما شعبان. شعبان أيها الأحبة في الله له مكانة عند رسول الله، له حال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ولا وأحب الناس إلى قلب رسول الله أخبرت عن النبي محمد، ألا وهي أم المؤمنين عائشة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من صيام كما يكسر في شعبان صلوات الله عليه. وهذا أسامة رضي الله عنه أرضاه، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ويسأل النبي محمد عن اهتمامه بشهر شعبان وعن اجتهاده صلوات الله عليه في شهر شعبان، فقال له: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور كما تصوم في شعبان. فذكر النبي محمد أيها الأحبة في الله ثلاث خصال، ولينتبه الناس، ولينتبه، وليستيقظ النائم، وليجتهد المقصر، وليتوقف العاصي، ولينتبه الناس. أيها الناس، أنتم في نفحات وفي بركات وفي أيام الله المباركات الطيبات أيها الأحبة في الله. نعم يا أيها الأخيار، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة خصال، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، يغفل الناس في غفلة. قد صدق الملك حينما قال: اقتربت الساعة، أيها، قال مولانا تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، الناس في غفلة وهم في غفلة. أيها الأحباب إخواني في الله، نعم والله إننا لا في غفلة، فاللهم أيقظنا من غفلتنا وخذ بأيدينا إليك يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس، لما يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه: لأنه يقع بين أيها الأحبة في الله، يقع بين رجب ورمضان. ورجب أيها الأحبة في الله من الأشهر الحرم، تعظم فيه الفضائل وتعظم فيه الأجور. ثم يأتي بعده أن يأتي أيها الأحبة في الله، يأتي بعد ذلك شهر رمضان. فالناس بين رجب وبين رمضان وهم في غفلة عن هذا الشهر الذي كان يهتم النبي محمد. الخصلة الثانية، قال النبي محمد: ترفع فيه الأعمال يا أمة النبي محمد. يا إخوتي يا أحبابي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، ترفع الأعمال إلى ملك الملوك. يا أحباب إخواني في الله، عبد الله، عملك في هذا العام، في هذا الشهر يرفع إلى الله. هل أنت مستعد للعرض على الله رب العالمين؟ ماذا فعلت في العام الماضي؟ انتبه يا عبد الله، انتبه يا أخي، انتبه يا أحبتي إخواني في الله. ترفع الأعمال، تعرض الصحائف على الله، وهو عرض سنوي يا أحبابي، كما أن هناك عرض بالليل والنهار، كما قال النبي محمد: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يرفعون عمل الليل وعمل النهار، والله لا يحتاج إلى رفع ولا قرب، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قالوا يا أحبابي إخواني في الله: جرد يومي بالليل والنهار، وجرد أسبوعي في يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله، وجرد سنوي وهو يكون في شهر شعبان. فانتبهوا أيها الناس، ترفع الأعمال إلى الله. وأنت يا رسول الله ماذا تحب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فأكثروا من الطاعات، أكثروا يا عباد الله، واستعدوا لهذه الأيام المباركات الطيبات يا أحباب إخواني في الله. أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن أدرك فضل هذا الشهر واجتهد فيه وصنع فيه ما يحبه الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يغتنم تلك الأيام الطيبة المباركة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه شهر الخيرات، شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه النبي ما لم يجتهد في غيره من بيت الله الحرام. أحبكم في الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول